اعتصم عدد من أصحاب مزارع الأبقار في منطقة ذليل أمام وزارة الزراعة احتجاجا على استيراد الحليب الجاف من الخارج، والذي أدى إلى ضعف تسويق منتجاتهم من حليب الأبقار على حد قولهم. مربو الأبقار طالبوا وقف استيراد الحليب المجفف بشكل فوري ودعم المزارع الأردني الذي ينتج الحليب الطازج اليومي الخالي من البودرة، ومحملين وزارة الزراعة الخسائر الفادحة التي طالتهم بعد قرار الوزارة باستيراد الحليب المجفف من الخارج. نناشد جلالة الملك عبد الله الثاني لمربي الأبقار لما عليهم من ضغوطات واقتصاد بلد وصحة مواطن نعاني من مشكلة الحليب قاعد نكب الشارع، لوجود اللبن البديلة، لوجود الحليب البودرة اللي شاغر 50% من إنتاج الحليب الطازة. احنا مظلتنا وزارة الزراعة اللي يجب تحمينا، احنا هي أبونا هي أمنا وزارة الزراعة، لكن للأسف تخلت عنا، تعطي رخص لاستيراد البودرة بكميات واستيراد الأبقار. احنا بنعاني من التهميش من قبل وزارة الزراعة. وزارة الزراعة من فترة طويلة تمنح رخص حليب مجفف لمصانع الألبان، وللأسف الشديد دخلت هاي الصناعة مع صناعة اللبن البديلة دخلت واستغنى عن الحليب الطازج. حليب الطازج الآن في عندنا فائض، علما بأن إحصاءات وزارة الزراعة أن الحليب يكفي المملكة 65%. نحن نطالب بتطبيق المادة 60 من قانون وزارة الزراعة. وأصدر مربو الأبقار البالغ عدد مزارعهم 220 مزرعة والتي تضم 40,000 رأس من الأبقار بيانا في وقت سابق طالبوا فيه بوقف منح رخص استيراد الحليب المجفف وسحب ووقف ترخيص جميع المصانع التي تقوم بالصناعات البديلة للمنتجات الطازجة. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.